تم ببروكسل التوقيع على إعلان نوايا بين المغرب وبلجيكا يرم تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. ووقع على إعلان نوايا وزير العدل السيد محمد أوجار ونظيره البلجيكي السيد كوين جينز بحضور سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبور السيد محمد عامر. وقعنا بالمناسبة مذكرة تفاهم لتطوير هذا التعاون والانتقال به نحو آفاق مستقبلية إن شاء الله واعدة. تطرقنا أيضا إلى كل الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة في بلادنا، وتطرقنا أيضا إلى النموذج البلجيكي والذي يشابه التجربة المغربية في مجال استقلال القضاء، ويختلف معها في بعض النقاط. إذا كانت نقاشات غنية. Aujourd'hui nous avons débattu sur l'échange. هذا اللقاء شكل فرصة للطرفين للتبادل بين ثقافتين القانونيتين، خاصة على مستوى العلاقات بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى التعاون القضائي الثنائي والذي تم تنظيمه في 1997 ونعمل على تفعيله طبقا للاتفاقيات الدولية. اللقاء يعكس مستوى التعاون الثنائي ومدى احترام البلدين لبعضهما البعض. Amical avec tout le respect que les deux nations se doivent. وتندرج هذه المباحثات في إطار الزيارة التي يقوم بها السيد أوجار إلى بروكسل، والتي يجري خلالها مجموعة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين البلجيكيين والأوروبيين.